مبادرة حرير لدعم الأطفال اللي بياخدوا كيموثيرابي. اليوم رح نتعرف على نهاد الدباس صاحب المبادرة وبالتعاون مع الفنانة الفلسطينية سماهر سلامة. خلينا نتعرف دور الفنانة الفلسطينية وهالمبادرة الرائعة وين وصلوا فيها باحتفالية قادمة الأسبوع الجاي. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي سماهر، منورتينا بالأردن. تسلمي. وأهلا وسهلا فيك نهاد، يعني مبادرة رائعة جدا. يسعد صباحكم. واللي عم بيحضرونا هلا رح يعرفوا المزيد عنها. أكيد. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. صباح الخير سماهر، وأهلا وسهلا فيك ببلدك عمان والأردن. أهلا وسهلا نهاد صديقنا. إحنا في دنيا دنيا تحديدا واكبنا انطلاقة المبادرة، شفنا يعني خلال 3 سنوات من أول شفنا بالضبط أول ما طلع نهاد بالفكرة وكيف تطورت وكيف كبرت. نعتبر حالنا اذا تسمحنا شركاء، يعني طبعا انتم شركاء، طبعا داعمين كثير في هذا الانجاز. يعني انا بتشرف فيكم والنجاح. بس بسرعه لو سمحت نهاد، كيف بلشت الفكره وشو راح تعمل هلا مشان اللي ما بيعرفوا عن حرير يعرف؟ اكيد اكيد. هي كمبادره حرير الرياديه هي تعاون اجتماعي انساني طفولي وطني. احنا بنقدر نتعاون مع كل المجتمع، حتى النسائي، انه قديش عندهم قدرات انسانيه طفوليه. احنا اليوم كمبادرة حرير هي صار عندها مكان وزمان في مستشفى الملك نايل عبد الله، بنتشرف انه نكون احنا فيه. راح يكون في كمان باص حرير عياده متنقله، هذا لدعم اطفال مرضى السرطان، هذا بزور كل المحافظات والمؤسسات والوزارات والمدارس والجامعات. اليوم احنا يعني نتشرف في كمان ست سماهر معنا من فلسطين، وبدنا نعمل شيء تعاوني نقدر ندعم كل المجتمع الطفولي في الأردن وكل البلاد العربية والأجنبية، إنه نقدر كيف نسعد هذول الأطفال. أطفال هذول بحاجة لملموس إنساني لهم. شكله اليومي هو إشي كتير عنده كبير، يوم يطلع بالمراي بحس حاله هو غير عن التاني. لا إحنا اليوم كمبادرة حرير ريادية في داخل المستشفى، فهو علاج نفسي للطفل المريض. طبعا طبعا. بدي أحدد شغلي على اللي هو قاله، إنه أنا لما عملت، أنا عملت طبعاً مشروع جدولي بفلسطين، فحتواصلت مع ممرضة اللي هي بتعالج بمستشفى اللي هي طبعاً الأطفال مرضى السرطان ونساء كمان. فأول ما كانوا يعلنوا لإلهن قلولن إنه أنت مريضة بالسرطان، تقول لي سماهر أول إشي كان يسألوني إياه رح يكت شعري؟ يعني ما بهم حالياً، يعني ما همهم شو العواقب، شو بده يصير فيها، يعني رح يكت شعري. هالقد هذا الإشي نفساني، هالقد بأثر في طبعا. صار معي كمان شغلي لما كنا بمركز الحسين للسرطان، عملنا غد عرض لفوزي موزي وتوتي، فكل الأطفال فاتوا وفاتت طفلة طبعا مريضة بالسرطان، وعاملة كل إشي لحتى هي تحس إن هي بنت. طبعا فش شعر على راسها، أنا بحكي يعني وكلاتني كشعريرة، فحاطة أساور وخواتم وسنسيل وعراسة بابيوني، بدها تحس أبسط ما يمكن أنه هي بنت. فبقول قديش هاي الإشي بأثر على نفسية الأطفال، وإحنا عن جد نعطي كل إشي لحتى نساعدهن. طيب هلأ سماهر، أنت بديتي مبادرة، ولما نجحت مبادرتك تواصلتي لقيتي أنه نهاد بمبادرة حرير عم يعمل شيء كتير مشابه للي عم تعملي، فخبرينا عن مبادرتك جدولة اللي عملتيها بفلسطين. مشروع جدولي بلش بشهر 12 مع جمعية كلنا معك. الفكرة بلشت انه انا بدي اعمل هيك مشروع، هو انه في بنت اللي اسمها نايا عثمان، طبعا بوجه لها تحية، اللي مريضة بالسرطان وكان وضعها شوي صغير مش كتير منيح، كان عمرها 2.5، فامها كانت تجيبها على كل عروض فوزي موزي وتوتي حتى تفرحها، لانه بقولوا طبعا السرطان له كتير تأثير من النفسانية. فأنا التقيت فيها وقلت يا الله شو ممكن أنا أعمل لهاي الطفلة. فأنا كان شعري طويل وقلت بدها أقص شعراتي وأعمل باروكة على شكل شعرات توتي. تواصلت مع هاي الجمعية بقولوا لي سماهر صراحة إحنا وقفنا هذا المشروع لأنه ما في ميزانية. بعرفش إذا بتعرفوا، بس كل باروكة اليوم بتكلف تقريبا لطفل 1500 ل 2000 دولار. فقلت أنا كيف معقول هيك مشروع هالقد إنساني يتوقف؟ فأنا طبعا يعني استغليت وين أنا موجودة والمكانة تبعتي عشان هقدر ألم حوالي الناس اللي هي ممكن تدعم هذا المشروع. ونشكر الله عن جد جمعنا 30,000 دولار و500 جدولي بأنحاء فلسطين. فكتير من المتابعين يقولوا لي سماهر تعالي على الأردن، تعالي من الأردن. ففي صديقتي نور زلاف قالت لي سماهر في عنا بالأردن جمعية حرير اللي ما شاء الله يعني اسمها واصل كتير بعيد، حتى نعمل. فتواصلت مع الأخ نهاد دباس، وإن شاء الله ب29 و30 و31 بدنا إياك تكونوا كتار. أكيد
طيب خلينا نشوف معانا مادة عن المبادرة، خلينا نشوفها مع بعض. وهاي الهدية لمين؟ تبرعك ممكن يرسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال ويخفف عنهم وجع الكيماوي الجسدي والنفسي. هو فعل صغير بس أثره كبير، لأنه بيقدر يحقق أحلام أطفال كتير. التبرع بخصل الشعر عملية متكاملة، بتبدأ بأنه ناخد خصلة شعر من المتبرعين سواء كانوا طفل أو طفلة بمقص عمو نهاد الدباس. بعدين بنبلش نجمع الخصل حتى نحبكهم باستخدام الماكينة. عمو انت فنان. شكراً عمو نهاد، كتير حلو. بس لازم تعرفوا انه طول خصلة الشعر بيختلف، فللأولاد الأبطال بكون من 15 ل 30 سنتيمتر، وللبنات الحلوين من 15 ل 60 سنتيمتر. توعوية للمدارس والجامعات والأسواق. في واحد يتطلع على فيديو قد ايش بتكون ساعاته فيه، يعني صراحة أنا بحب إنه الطفل عن جد إنه يكون مبسوط. بحب الطفل إنه اليوم إحنا نبتكر أفكاره، نبتكر التطوير اللي إحنا دائماً عن جد بنشوفه. ما يطلع الغرفة، كانوا الناس زمان يطلع الغرفة، اليوم حرير في المستشفى ممنوع نعم حد يطلع الغرفة، لأنه هذا سبب رئيسي الطفل بزعل عليه. نعم لما يكون في موقع ملون اكتيفيتي، يعني في اكتيفيتي كتير، بنزل الطفل بلعب، بقرأ قصة، ممكن قص شعره، ممكن نأخذ شعره هيك، بتحس نعم. يعني نعم. الطفل ساعاته عن جد اليومية إحنا اليوم بنقويه، بدنا نقويه طبعاً. قلنا احنا ايد واحده، مجتمع واحد طبعا نعم. حتى اهميه العطاء، يعني انا رندا كنت شاهد على واحده من النشاطات مع حرير، وكنت عم بشوف الاطفال لما بنت شعرها اشقر طويل لهون تيجي بكل بساطه تمسكه وتقصه كله، واهلها يفهموها انه هذا الشعر راح يروح لطفله ما عندها شعر، راح نصنع منه باروكه لطفله ما عندها شعر. قد ايه مهم، ولما كنت اشوف الاولاد بكل جراه عم بتيجي البنت وتحكي انه يس قص شعري، كان مبسوطين وعندهم كل الثقه. هاي عم بعزز، مش بس يعني مش بس عم نساعد الاطفال السرطان، عم نساعد الأطفال نفسهم هدول. بنحب نحكي بشوي وبسرعة لو سمحتني هاد عن الكرنفال، إمتى هلا الكرنفال؟ في شهر 8 إن شاء الله، في 29 و30 و31 في حدائق الحسين رح يكون كرنفال وبازار. البازار فكرته مش اللي إحنا بنعرف، هذا لأول مرة بالأردن بالعالم. البازار هذا عم نعطي قوة للطفل المريض، الطفل المريض بده يكون هو اللي بيع الوردة، هو اللي بيع القرطاسية، نزرع فيه أمل حياة إنه هو كمان إنه يقدر يصرف على حاله، لأنه إحنا دائما اللي إحنا مندور عليهم اللي هم ساكنين بالمحافظات، اللي ناس بسيطين، اللي 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 بحاجة لدعم. إحنا اليوم حتى الكرنفال بيكون فيه ستيج، بيكون فيه برنامج مع سبيكر مع سماهر سلامة ونهاد دباس، إنه كيف نعزز طاقات الأطفال ونعزز فيهم الثقة المعنوية العالية اللي هم دائما بدوروا عليها. احنا بهذا اليوم بدنا كل حدا عن جد يوقف معانا، كل شركات ومؤسسات، احنا الحمد لله شركاء مع كل المؤسسات الحكومية الحمد لله، واتفاقيات بيننا وبينهم بشكل كبير. نفس الوقت بدنا نكون في 30 بده يكون في زي شو للأطفال، ناس برضو من خارج البلد من هون من عنا، بده يكون كمان ب 31 بازار، ونفس الوقت يكون نشاطات معدده اللي هم الرقصات الشعبيه، يعني كل شيء يعني بهمنا انه يعني الطفل نعزز فيه. اذا بدهم معلومات اكثر هلا عم نحط احنا عنوان المبادره على المواقع التواصل الاجتماعي، بيقدروا يتواصلوا معاكم، واكيد بتكون موجوده الفنانه أكيد سماهر سلامه. وكلمه اخيره بحبها اسمع منك سماهر على وجودك ومشاركتك مع نهاد بالافكار الرائعه والعطاء الرائع. انا صراحه كثير متحمسه وعن جد ما مصدقه وانت يجي هذا النهار، بس بدي اوجه عن جد هيك كلمه للمتابعين انه تعالوا واعطوا الاشياء اللي هي مفهومه ضمنا عندنا. لما بنفيق الصبح بنلاقي شعر على راسنا،
اعطوا شيء من نفسكم لغيركم عن جد. يعني انا بقول لك من المشاريع اللي عملتها قد ايه بتزرعي انت الانسانيه بالطفل، قد ايه بتزرعي انه يفكر بغيره، يدعموا هذا الشيء. فعن جد كل دعم بيكون رائعين. حلو، شكرا لكم. سماهر سلامه، نهاد الدباس، موفقين بالكرنفال ب 29 30 و 31. بس انا بدي اشكر رؤيا لانهم هم الرئيسي الحمد لله. هلا احنا رح نعمل شيء كمان رؤيا، شيء كثير حلو انه كيف هم بيدعموا الانسانيه. رؤيا بنحب العطاء ودائما بنقدر الناس الطائعين. شكرا شكرا لكم.